يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده من جديد الى 10 الصبح في الاهلي. وبدايه بقى فقراتنا الحواريه، عايزين نقول لحضراتكم ان امبارح سيد وزير الشباب والرياضه كرم فريق انوبيس الحائز على البطوله العالميه الاخيره في اسبانيا للالعاب الالكترونيه. فكره وجود اتحاد الالعاب الالكترونيه وفكره وجود فرق بتتنافس ومنافسات عالميه كمان، فكره يعني تستحق ان احنا نقف ونتاملها كده ونتناولها بالنقد والتحليل والتفصيص انجاز التعبير. ده اللي هنعمله ان شاء الله مع ضيفنا اللي منورنا النهارده كابتن يوسف محسن، وهو مؤسس ومدير فريق انوبيس للالعاب الالكترونيه. صباح الفل ومنورنا يوسف. اهلا بك والله، شكرا جدا على الاستضافه. اهلا شكرا جدا. منورنا. ويوسف قبل الهوا كان معجب بالفيو، على فكره مفيش حد تقريبا بيجي غير لما بيعجب بالفيو. لا احنا مصرفين وعاملين حاجه طليق حقيقي يعني. صباح الفل عليك. ونبدا لان الناس لازم تفهم يعني ايه اصلا فكره هنا العاب الكترونيه وداخله منافسات وبطولات زي ما كنا بنتكلم في الانترو. فخلينا نبدا من النقطه دي يعني اللي هو الستارت في بدايه. تمام. هو الالعاب الالكترونيه عامه مقسومه جزئين، الجزء اللي هو للترفيه، في العاب كتير، كاندي كراش، كلاش اوف كلانز، لعب كتير معموله للترفيه. أوكي. وفي لعب معموله للتنافس. أوكي. اللعب اللي معموله للتنافس دي احنا وصلنا لنقطه دلوقتي ان معظم شبابنا لو رحت لهم بكوره وشورت وبنطلون واشتراك في نادي ورحت له الناحيه الثانيه بلاي ستيشن طبعا كلنا عارفين هو هينقي ايه. فهو هينقي البلاي ستيشن باسباب مختلفه عن اللي احنا فاكرينها. احنا دايما فاكرين عشان البلاي ستيشن عالم مش واقعي وكل الكلام ده، لا هو عشان البلاي ستيشن بكل صراحه بتدي له حق. هو لما يشوف نفسه في اللعبه ويقيم نفسه مع الناس اللي هو بيلعب معاها وضدها، اللعبه هي اللي بتقيمه. احنا عندنا في الرياضه في كل حته في العالم مشكله ان اللي بيقيمك واللي بيدربك بني ادم. فبالتالي ما تقدرش تضمن انك انت في مستوى معين غير لما بني ادم هو اللي يقول انك انت في المستوى. يعني العامل ده نفسي بحت؟ لا، وفي نفس الوقت برضو في تقييم من ناحيه الاداره ومن ناحيه المدرب، بس بيبقى تقييم شخصي مش عملي، مش في اللعبه. اوكي. يعني في حاجات في اللعبه معينه بتصححها، بس مستواك في اللعبه بيبقى الرانك بتاعك على 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 كل حد لعب اللعبه دي في التاريخ. فلما الشاب بيخش ويعرف هو كام بالظبط وهو كويس ولا وحش ومستواه فين حالا، ده اللي شددهم ان هم ممكن في اي يوم لو لقوا نفسهم وصلوا لمستوى عالي مش هيبقى فيه نفس المشاكل او نفس الاوبستكلز اللي هتبقى واقفه قدامه اللي هتجبره ان هو ما يعرفش ينجح. وعموما الالعاب الالكترونيه اللي من النوع ده اصبح ليها اتحاد. اكيد طبعا. والاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه يعني رجع تاني في 2015، هو كان اتاسس في 2003 بس اتاسس من ناحيه تاسيس الالعاب وانك انت تديفلوب لعبه، لكن هو قلب بعد كده في 2015 مع المهندس خالد عبد العزيز. يعني هو في الفتره الاخيره ليه كانت صغيره شويه، ما لحقناش نشتغل مع بعض كتير، بس كان وقت هايل. وبعديها دكتور اشرف صبحي لما جه طبعا الوضع اختلف خالص. يعني لقينا ان في مش بس دعم يعني بشكل عام، بس في ان هو مقتنع بيك، يعني هو شايف ان الموضوع زيه زي اي رياضه. ليه؟ علشان ما ينفعش ننسى الشطرنج وما ينفعش ننسى اللي الشطرنج عمله لنا، ان هو ورانا ان مخ البني ادم مع ان جسم البني ادم مهم ومحتاج يتطور، ان مخ البني ادم نفسه ممكن يستخدمه بطرق يعني يقعد قدامك 10 دقائق يعمل قرار مستحيل اي حد ياخد القرار ده غير لو وصل الاستوعاب بتاع البني ادم ده. فبالتالي انا بقدره، بتسلى من اللي انا شفته اللي هو عمله، وبتعلم من اللي هو عمله لو انا بلعب شطرنج زيه. الالعاب الالكترونيه بقى اخدتها خطوه ثانيه، انك انت مش بس بتستخدم مخك بالطريقه دي، بس بتستخدم كمان الكيبورد والماوس. طبعا. وفتحت لنا بوابه ان احنا نعرف ان في يوم من الايام لما التكنولوجيا تسمح ويستخدم جسمه كله، هتسمع دبدبه في الاوضه، تخش تلاقي ابنك بيلعب لعبه فيها مسدسات وكل حاجه بس بيستخدم جسمه كله. هتلاقي عنده عضلات، هتلاقيه طالع عنده مش بس يعني الجسم بيستفاد، بس عنده مخه بيستخدمه، عنده طريقه الكلام ما بينه هو وزمايله. يعني التكنولوجيا واخدانا ورايحه بينا لفين يا عم يوسف؟ لا، واخدانا في حتت يعني لسه مش مفهومه، فبالتالي لازم نتحرك من دلوقتي. يعني ما ينفعش نعمل حركه الكوره الشراب، ما ينفعش نعمل الحركات اللي احنا شفناها في الماضي مش بس في مصر بس في افريقيا عامه. ولازم نتحرك علشان المجال ده مش معتمد على الحاجات اللي الكوره او الهاندبول او الفوليبول معتمد عليها، معتمد على التكنولوجيا، والتكنولوجيا مش بتمشي، هي بتطير. فلو ما لحقتش يعني، وطبعا كان شيء هايل الدكتور اشرف صبحي بنفسه يلاحظ الموضوع ده، ان الاتحاد بنفسه يلاحظ الموضوع ده، ان حاجه جوه الحكومه نفسها يعني تخلينا نسافر سفريه زي دي. يعني احنا كنا عايزين نشارك بس عشان نوري العالم احنا عندنا ايه. فان احنا نكسب بطوله زي دي بالطريقه اللي احنا كسبناها يعني ربنا، يعني هي كده كده ربنا.
طب انا عندي سؤال، لان ممكن حد بس يكون بيتفرج يقول ده التكنولوجيا هي السبب اللي احنا فيه اصلا، انت حضرتك بتقول ايه ده؟ احنا اصلا مش عايزين ولادنا يفضلوا قاعدين على البلاي ستيشن ويلعب ويطلع له عضلات من اللعب اونلاين، انا عايزه ينزل ويلعب ويشم هوا ويمنجل مع صحابه والكلام ده كله. فقد تفهم النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها بشكل سلبي جدا، فحضرتك ردك ايه على الناس دي؟ انا هرد على حضرتك، بس الاول هسال حضرتك سؤال. لو حضرتك دلوقتي ابنك بينزل يلعب كره في الشارع وعايز تشتكيه، وعايزه ايه؟ تشتكيه وهو بيلعب كره في النادي، هتكلمي مين؟ المدرب. اوكي. الو، هو ليه بيلعب كره في الشارع ما يلعب في النادي؟ فساعتها ليه؟ عشان المدرب بيفهم. ما عندناش دي لسه في الرياضه الالكترونيه. يعني لو قدامك في ايدك ان تخشي على ابنك او بنتك، عشان اللي بيحصل ده غلط. هو اللي بيحصل دلوقتي عدم وعي، فبدل لما بتلعب بجوده بتلعب كتير، فهو الشاب في دماغه انا لو لعبت 20 ساعه هبقى احسن. لا، هو انت ممكن تلعب ساعتين وتستفاد اكتر من 20 ساعه، وده اللي مدربين او اي كيان رياضي بيعمله. يعني ازاي انا العب فيديو جيم، ما ده فيديو جيم في الاخر، وابقى انا كده عملت رياضه و ومارست او طلعت بالفايده اللي الرياضه بتديها لي برضه؟ معلش انا هسالك اسئله مش هجوم او نقد، انا خالص بحاول حتى افهم منك. حتى لو نقد عادي، لا يعني عشان الناس اكيد هيجي في اي ده. اي حد حقه ان هو ينتقد طالما احنا لسه ما عندناش المساحه ان احنا نحكي القصه صح كويس. ونفهم او صح. عشان نفهم وده عدم وعي، فهو مش غلط. وعد مساحه هي اتوجدت دلوقتي من خلال الفقره دي، فرصه عظيمه نعرف الناس، لان بالمناسبه كل الكومنتس اللي قالت لك عليها يا نهاوند فعلا بتتبادر لاذهان ناس كتير. بالظبط. هنرجع تاني لنفس النقطة، لو في مكان عام اسمه مركز تدريب عام، في بني آدم موجود في المكان ده بيقعد مع الأهالي بيشرح لهم اللعبة عبارة عن إيه، بيشرح لهم الولد بيلعب إزاي، هكذا هكذا، دي حاجة. بس برضو في نوع تاني، اللعيبة اللي عندنا من نوع واخد الموضوع احترافيا، هو مش لازم يكون مبسوط من اللعبة، هو بس ملاقي نفسه في اللعبة، مقدر نفسه في اللعبة. اللعبة برضو أو أي حاجة تشوف نفسك كويس فيها وناس أونلاين بتقابلك بتقولك إنك كويس، ده إحساس كويس. طب هل أهاليهم سعداء بنفس قدر يعني سعادة الولاد نفسهم، ولا شايفين إن دي ممكن حاجة مثلا تاخدهم بعيد عن المذاكرة؟ هو كل الأهالي لما نقعد معاهم، قبل ما نقعد معاهم ولما لسه الموضوع يكون جديد بالنسبة لهم، زيهم زي اي حد، بيبقى خايف عشان مش فاهم. بس بعد ما نقعد معاهم نشرح لهم احنا مرينا بايه، احنا فاتحين بقالنا 6 سنين. اوكي. 6 سنين، يعني لازم نحط في اعتبارنا ان احنا بقالنا 6 سنين بنستثمر بدون عائد كبير تماما. بنستثمر فوق الالف مره اللي احنا بيرجع لنا. ليه؟ علشان الشباب دول دلوقتي لعيبه، لكن في يوم من الايام هيكونوا مدربين، هيكونوا يعني يعتبر الناس اللي هيمسكوا الكيان. احنا هو كمان ممكن يبقى في مساحه لوجود مدربين للالعاب الالكترونيه. طبعا احنا عندنا جهاز فني، في مدربين، في محللين، في ناس شغاله محللين. على حاجه انت في الاول وفي الاخر لو هتعمل اي حاجه في حياتك، وبعد لما تعمل لاتس مثلا لعبت جيم، بعد لما العب الجيم ده الشخص الطبيعي ايه؟ خلصته بلعب جيم تاني. طب ما هو ليه ما العبش الجيم ده وارجعه واشوف كل حاجه حصلت في الجيم ده وكل حاجه اقدر احسنها واعملها من نفسي. فدول الشباب اللي عندنا دلوقتي، شلنا من عليهم دي وقلنا لهم العبوا بس، عندكم جهاز فني بيتفرج عليكم، عندهم جهاز تحليلي بيتفرج على الناس اللي انتوا هتلعبوها في البطولات دي، وبيحط الاثنين على بعض وبيحسنك. فدي جوده مش وقت، يعني مش مطلوب منك انك تقعد 20 ساعه قاعد بتحرق في نفسك. انت في خلال 3 ساعات أو 4 ساعات لو الموضوع اترتب صح وتوزع صح على اطراف كلهم عندهم نفس الهدف اللي عندك، هتلاقي نفسك ابتديت تتحسن بطريقه غير طبيعيه. ده اللي حصل بره. طب عارف لما بتشوف حد بيلعب بلاي ستيشن مثلا وبيبقى مركز قوي، اي عمر كان بتلاقيه متعصب واعصابه مشدود ونسمع صويت في ناس تقول لك ده هيجيب لهم جنان او ده هياثر على صحتهم النفسيه. تاني هنرجع للتوعيه، بس يبقى مفيده. التوعيه مهمه جدا، احنا لازم نكون عارفين ان الرياضه نفسها او التنافس في احاسيس بتطلع يعني مش موجوده في اي شيء. طب ما بيأديش للسمنه مثلا؟ انا بحاول افكر معاك، ما بيتخنش انا افضل قاعده وبلعب ثقافه يعني. تاني يعني اللعيبه اللي عندنا مثلا في المكتب، احنا في نظام غذائي، في شيف بيجي لهم البيت بيعمل لهم اكل معين. ليه؟ علشان لازم نعرف ان احنا اي حاجه نحسنها في نفسنا هتاثر على اللعب. لو انا اصلا ابتديت اروح الجيم وحسن جسمي، مش بس ده هيديني كونفيدنس ويديني ثقه في نفسي ان انا حسنت نفسي كبني ادم، لا، هو كمان الديسيبلين اللي انت محتاجه، القوه النفسيه اللي انت محتاجها، انك تصحى كل يوم تتدرب مع المجال اللي انت فيه اللي هو محتاج منك انك تكون محترف. لو قدرت انك انت تحسن جسمك وتحسن صحتك، ده في الاول وفي الاخر هو بيحسنك بطريقه غير طبيعيه في اي حاجه انت بتعملها مش في اللعبه بس.
نسب الطلاق اخبارها ايه؟ شو انا بروح معاك لمحاور مختلفه، فين الرد بقى؟ لا هو في الاول وفي الاخر لازم نكون عارفين ان المجال بسبب ان دي بتاعت ربنا. المجال جديد والمجال بسبب ان هو جديد في ناس كتير لسه بادئه الصرف دلوقتي بتستخدمه غلط. لا مش لازم تستخدمه غلط، الناس دي بادئه دلوقتي وعلشان بادئين دلوقتي واحنا بقالنا 6 سنين لازم يلاقوا طريقه ان هم يوصلوا لنا. طبعا اول خطوه لاي مؤسسه رياضيه تفتح قدام مؤسسه رياضيه ثانيه ان هي تحاول تاخد لعيب من اللعيبه اللي موجوده عندنا. طبعا في الطبيعي اللي بيحصل ان بيكون في اتحاد متسجل فيه اللعيبه، طبعا ده بيحصل دلوقتي الحمد لله بس قبل كده ما حصلش، بالتالي عشان كده مرينا بظروف مش كويسه خالص، بتم اللعيب بيتسجل في الاتحاد. فبالتالي الاتحاد لما اللاعب ده يكون في فريق عايزه اللاعب بيقعد معانا بيقول لنا انا عايز اروح الفريق الثاني، فبالتالي الاتحاد بيقعد معانا بيقعد مع الطرفين وبيحصل ديل ما بيننا بسبب ان احنا يعني مش بس استثمرنا وقت وفلوس، استثمرنا جهد كبير مش بس من اللاعب بس زمايله. زي ما انتم عارفين في الكوره بيبقى في سيزن وفي الافتر سيزن او في البوست سيزن اللعيبه بتبقى حره انها تتنقل يعني تتنقل في اي حته هم عايزينها. بسبب ان احنا المجال لسه جديد والرقابه لسه ضعيفه اللعيب دلوقتي ممكن يمشي في اي وقت، يعني حتى لو هو ماضي عقد في الاول وفي الاخر هيبقى شكلنا عامل ازاي لو احنا بنبني مجال واستخدمنا حاجه زي كده ان احنا نربط بني ادم ونحسسه ان احنا بنعمل حاجه هو مش عايزها. فالصوره او المشكله هنا مش في اللاعب، المشكله هنا في المؤسسه اللي بانيه نفسها كبزنس ومش عيب اللي هم بيعملوه. انا شايف ان ممكن كمان تبقى المشكله في مش بس اولياء الامور بشكل عام، في ان انت مهمتك هتكون صعبه في اقناع الامهات اللي عندهم اطفال والزوجات. صغيرين لا تعال نتفق على حاجه اللي هم لا انا بكلمك عشان الاطفال بالذات احنا الامهات. هي الفكره في ايه يا يوسف؟ انا ايه اللي بيخليني اقول لك كده؟ يعني انا دلوقتي مثلا لو عندي ابني او بنتي الصغيره خلاص بقى وصل للمرحله السنيه اللي حقهم يبتدوا يمارسوا فيها رياضه، غالبا هسعى لهم في ان هم يمارسوا رياضه بالشكل الكلاسيكي المعروف للرياضه. صح صح. يعني انت حتى وانت بتتكلم من شويه بتقول ايه احنا عندنا ناس بيتكلموا كده مثلا النظام الغذائي، انا جوايا اندهشت قلت ياه، او حتى ليهم نظام غذائي في الالعاب الالكترونيه. اولا واخيرا هي ليها علاقه برضو بحجم الوعي وادراك الناس للموضوع، بس اكيد مهمتك مش سهله ان انت تقنع اولياء الامور ان هم يخلوا اولادهم بدل ما يمارسوا رياضه عاديه يمارسوا رياضه الكترونيه. على راي نهواند هي نفس الحاجه اللي هم اوريدي بيجروا ورا اولادهم بال يعني انت فاهم قصدي عشان يقوموهم من على الاجهزه الالكترونيه. انا اقول لحضرتك حاجه، انا يعني بحاول على قد ما اقدر اثبت للشباب اللي عندنا ان انا اكتر من مدير او مؤسس. الناس دول بالنسبه لي يعني هم الفرح الواحد، الفرحة الوحيدة اللي في حياتي. يعني تعال نبص على المجال، هل المجال كبير؟ هل المجال مربح؟ لا. فنبص على ايه اللي مربح؟ المربح للشباب ان هو من اول يوم يجي لك لغاية تاني يوم التغيير بيبان بطريقة مش بس بتخليك تحس انك انت ليك قيمة بس بتحس ان ربنا مديك قيمة. فده انا، تخيل بقى الام والاب اللي شافوه قبل ما انا اشوفه ب 18 او 19 سنة، لما يشوفوه في قاعة ناس بتقول اسمه، لما يشوفوا واحد زي بيموت في القاعه من كتر الزعيق والهبل والعبث، لما يشوفوا كل ده بسبب ابنهم هو مش فارقه هو بيعمل ايه، هو فارقه ان هو بيعمل حاجه الناس بتقدره عشانها، بيعمل حاجه 100 مليون او 200 مليون واحد بيعملها وبيعملها بجوده احسن بكتير لدرجه ان الناس دول مقدرينه كانه مش بس بيديهم قوه ودافع في اللعبه، لا هو في حياتهم. يعني تعالوا نكون واضحين، احنا لما كسبنا بقى ملهم بالنسبه لما كسبنا بطوله العالم هو احنا مش بس حمسنا الناس اللي جوه المجال، هو احنا حمسنا اي مصري او اي عربي او اي افريقي ان الناس دول راحوا اول مره يشاركوا في بطوله زي دي. يعني ايه اللي هم عملوه؟ احنا كنا خسرانين 13-0 في النهائي وكسبنا، فانت كانك في ماتش كوره في الدقيقه 80 خسران 8-0 وجبت في العشر دقايق 9 اجوان. ايه اكتر الدول اللي يعني رانك حلوه في هذه اللعبه يعني؟ لا هو الرانك هو تتقال عليها لعبه ولا رياضه؟ هي بره رياضه يعني. أوكي. بره دلوقتي فيز رياضيه، اللاعب متسجل في نادي، الموضوع متاخد خلاص بشكل رسمي بطريقه يعني فيري اجريسيف، بطريقه يعني غشيمه بحته. ليه؟ علشان يلحق ان هو يركب. وطبعا جيراننا في الخليج واخدين الموضوع بطريقه فيري اجريسيف عشان هو يعمل نفس الحاجه. وبرده المؤسسات اللي عندنا هنا في مصر، النوادي والشركات الاتصالات واخداها برده كاعلان ان هم ده اعلان متحرك لخدمتنا لو احنا شركه انترنت
الشباب دول ممكن نستخدمهم كاعلان كبزنس ان احنا نثبت ان جودتنا كويسه. ففي ناس كتيره شايفه اوبورتيونيتيز كبيره، لكن البلاد اللي بره واخداها بطريقه رياضيه. اوكي. ان هو مش مهتم بالعائد المادي على قد ما هو مهتم ان هو يطور شباب مش بس هينجحوا له، بس هيجيبوا الشباب اللي بعدهم الجيل اللي جاي ده يودوهم في حته ثانيه خالص. فكوريا طبعا يعني بطريقه غير طبيعيه. يعني الاتحاد في اتحاد في وزاره جيمنج في كوريا اصلا، في يعني في وزاره جيمنج، يعني في وزير جيمنج. لا هو ده عنده كام سنه بقى؟ لا راجل كبير 52 او 53 سنه، هو واخد الموضوع. يعني ليه؟ علشان الشباب جهدهم وحبهم كله جوه موضوع، وبره لما يشوفوا الموضوع ده دايما بيتدخلوا فيه دايما عشان يثبتوا للشباب ان هم معاهم. احنا عموما مطمنين على المستقبل طالما انت هتفضل محافظ على الشغف ده كله اللي جواك. في باشن وانت بتتكلم جميل. فان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والموضوع يكبر ويتصعد اكتر. وطالما بنتكلم بقى في بطولات عالم، لا يبقى ربنا يزيد يبقى اوكي. لا بجد جود لاك يا يوسف. وبس زي ما انت ذكرت النقطه الفيصليه، ان انا لازم اللاعب بتاعي يكون مركز بعدد ساعات معينه، ما ياثرش على حياته، ما ياثرش على اي مجال بقى في حياته سواء عملي او شخصي، ولاده، زوجته، اهله، يعني ما يبقاش تاثير ليها سلبي ابدا. فلو احنا ماشيين بالكلام ده يبقى اكيد كمان نرفع اسم مصر في الحافل الدوليه، فده اكيد يشرفنا كلنا. بالتوفيق ونقابلك تاني، بس يبقى في بقى ايه تطور كمان. احنا طالما في ظهرنا وزاره الشباب والرياضه ودكتور اشرف صبحي، انا متاكد 100% ان احنا هننجح في اهم خطوه دلوقتي اللي هي وعي. فان شاء الله خير. ان شاء الله بشكرك على وجودك الجميل معانا النهارده، وهنستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم بقى تاني واخر فقراتنا الفقريه في حلقه النهارده. اتفضل.